أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد الحرص على تقديم كافة الخدمات البلدية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وذلك بأعلى درجات الكفاءة والجودة والسرعة مع ضمان استدامتها وبما يتناسب مع ركب التطور والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة عاهل البلاد المعظم. وأعرب خلف عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكريمه بلدية المنطقة الشمالية بفوز مراكز خدمة العملاء في عالي ومدينة حمد والبديع، وبلدية المنطقة الجنوبية مركز الرفاع بالدرع الذهبي لمراكز الخدمة الحكومية تقييم 2021، مشيرا إلى أن تكريم سموه يعد حافزا كبيرا للعمل نحو تطوير الخدمات الحكومية.